متقبلا عندك، ورزقا حلالا مباركا فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامة في الدارين، وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة، وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وأدخلنا تحت كنف رحمتك التي وسعت كل شيء، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة
خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضاً إلا عافيته، ولا سائلاً إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان.
اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفاً شاملاً تقر به أعين المؤمنين وتشرح به صدورهم وتيسر به الأمور وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم، ونسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه تغنينا به عمن سواك وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشدة وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين، ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم، اعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة